اهلا بيكم. مصر الاولى عربيا في نسبة الالحاد، يعني عدد الملحدين في مصر هم الاكثر على مستوى الوطن العربي. الكلام ده جه على لسان عضو المكتب الفني بالازهر الشريف الدكتور احمد الملكي. هل العنوان ده مفزع مثلا؟ انا بالنسبة لي مش مفزع. لما يتقال لك مصر الاولى عربيا في الالحاد، احنا تلت تعداد الامة العربية، طبيعي يعني احنا 100 مليون. الحاجة التانية، هو انت عايز الميت مليون دول مؤمنين موحدين بالله؟ ما حصلش. عايز اقول لك اصحاب الديانات السماوية في العالم لا يشكلوا نصف تعداد سكان الكرة الارضية، فده موضوع عادي يعني. لكن اللي مش عادي هو السؤال اللي احنا نوجهه للقائمين على امر الدعوة الدينية في مصر. هل انتوا لما بتجيلكم القضايا المثارة اللي في ذهن شبابنا عن الالحاد، عن عدم وجود الله، بتناقشوهم ازاي؟ هل بتنظر له نظرة دونية، انت كافر؟ هل بتوصفه وانت قاعد معاه انه هو كافر؟ هل الفكرة ان انا عايز ادخله دين الاسلام مثلا، ولا الفكرة ان انا اقنعه اولا ان هناك اله؟ القضايا او مستجدات العصر مصر جزء، وارجو ان ده يبقى في قناعة كل القائمين على امر الدعوة الاسلامية، شئت ام ابيت انت جزء من متغيرات بتحدث في العالم كله، انت مش منعزل. جيل الشباب اللي طالع رافض اي قيد بما فيه القيد الديني، هو مش عايز قيود. هتتعامل مع ده ازاي؟ ولادنا متواصلين مع كل انحاء العالم، مش بيطلعوا على الفيسبوك اللي هو بتاع صديقي في الشغل ولا صديقتي ولا قريبي ولا قريبتي، لا، ليهم اكونتات حسابات على الفيسبوك باللغة الانجليزية، واللي عنده ليه حساب بالفرنساوي. هو ده الكلام اللي احنا لازم نقوله. لما ابني وابنك النهاردة وبنتك تعرف تقرأ على الفيسبوك ان في فتاة مصرية عايشة في المانيا اسمها كارلا، اذا كنت بعرف انطق الاسم، بتحكي قصتها ان في واحد حبته عايزين يتجوزوا بعض، قالت له لا احنا نعيش مع بعض سنة، نعيش مع بعض سنة ونقيم التجربة في نهاية السنة، والله الدنيا حلوة اتجوز، الدنيا وحشة مش هنتجوز. انتهت السنة دي بالمناسبة، بالنسبة لهم عايشين واكلين نايمين شاربين مع بعض، بيمارسوا العلاقة الجسدية مع بعض. فهي لقت ان الدنيا كده حلوة، قالت له يلا بقى نتجوز. فكر، هو انت هتتعامل مع البني ادم او الانسان بالشوكة والسكينة؟ لا، ده ربنا فتح كل القضايا وقال للشخص اللي هو مش عايز يؤمن بوجود الله، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لست عليه بمسيطر. ان شاء الله يكفر كل نص الناس، تلات ارباع. احنا مالنا في قضية واحدة بس، هل احنا عملنا اللي علينا؟ على كثرة صلوات الجمعة اللي الواحد صلاها، أنا ما لقيتش شيخ طلع مرة كده على المنبر وقال رسالة إلى الآباء، احتووا ولادكم، ولادكم عندهم قضايا دينية ملحة بيسألوا فيها عن وجود الله. اقرأ، اتثقف. بنتك لما هتقول لك إيه رأيك يا بابا؟ أنا عايز أجيب صاحبي وأعيش معاه في شقة، هتروح سافقها بالقلم ولا تعمل حوار؟ لازم نتعود ان احنا لازم نتحاور، بس كيف نتحاور في بلد من اول الانسان ما بيتولد لحد ما يموت بيمر بخمس مؤسسات ترفض الحوار؟ الاسرة اول مؤسسة انت بتمر بيها، تقدر تفتح بقك في وش ابوك او امك؟ تخرج من الاسرة تروح المدرسة ليك رأي مخالف للي بيقول الاستاذ في قلب الحصة، يطلع عينك كطالب، يتم اضطهادك.
ده انت لو كتبت إجابة مخالفة في ورقة التصحيح مختلفة عن الورقة الصماء النموذجية، المصاحب بيتعامل على ان اللي مكتوب في الورقة النموذجية للتصحيح ان ده منزل من السماء، ده شاب بيعبر لك عن رأيه. خش على مؤسسة تانية زي الجامع او الكنيسة مسموح لك تفتح بقك، هيتقال لك قال الله قال الرسول. طب اتناقش، ده سيدنا النبي لما قال هنا حفر الخندق احد الصحابة قال له ايه؟ ده وحي اسكت؟ يعني ربنا قال لك احفر ولا ده الرأي؟ قال له بل الرأي والمشورة. قال له ما تحفروش هنا تحفروا هناك. ده النبي الجدال. انما لو انت قاعد ده يعني بوريك الصحابي ما قالش يلا نحفر هنا، لا تطلع بقى تروح الشغل المؤسسة القمعية الرابعة والخامسة، تقدر تفتح في الشغل انت بتشوف المدير عاوز ايه وبتقرا كده، هو يجي يقول لك انت رأيك نعمل كذا ولا كذا، يقول له يا فندم انت حضرتك شايف ايه؟ يقول له بس انا شايف كذا، يبقى تمام يا فندم. اربط الحمار مطرح ما يروح او يعايز صاحبه. هي دي المؤسسات القمعية اللي احنا عايشين فيها في بلدنا، مؤسسات ترفض الحوار. نحن مجتمع لا يتحاور، الاعلى يضغط على الاسفل. تعرف تتناقش، تقدر تفتح بقك، تقدر تقول اي حاجه، النتيجه ايه؟ ابنك وابني بيهج، العيال عايزه تسيب البلد وتعيش بره. بفاجئكم على الهوا، كله عمال داخل على النت ياخد منحه ياخد اي حاجه. اذا لازم نتعلم ونؤمن بالحوار. المؤسسة الدينية لما يجيلك اي حد ناقشيه. البنت دي هنقول لها ايه لما بنتك تقول لك عايزه اعيش مع شاب لمده سنه؟ وده بيحصل في العالم بقى، احنا خلاص احنا جزء من العالم. العالم ما فيهوش بقى حدود، ده دينيه ودينك ده رافض لا ناقش يا بنت ده عيب ده غلط، لا ده مش اقتناع. طب تقبل ان حد يعمل كذا او يعني تقعدي معاه في باب مقفول وتحدث علاقه مثلا جسديه؟ هي طب بتقول لك طب اتجوز واتطلق، يعني نتناقش. قول لها طب ما تيجي نفتح فتره خطوبه واديكي مساحه وتتناقشوا وتتكلموا، وبدل ما تبقى علاقه مقفوله في شقه كذا مثلا. يعني في محرره صحفيه في الفجر راحت على مكتب الشكاوى لجان الفتوى بالازهر في مترو الانفاق، الحوار منشور على موقع جريده الفجر، ودخلت للموقع متنكره وقالت لهم انا ملحده. الصحفيه كاتبه نص الحوار على موقع الفجر، عايزكم تخشوا تقروه. تخيل لما ياتي على لسان راجل دين، هي بتتكلم بتقول لك اذا كان الحيض انا ليه امراه نجسه وانا حائض، بينما الحيض ده امر ربنا حطه في خليقتي كأنثى، وإعمار الأرض لن يأتي إلا بعد الحيض تبويض، يبقى أنا مش نجسة. قال لها أنت نجسة نجاسة معنوية زي الإيه؟ زي المسيحي، مسيحي نجس نجاسة معنوية. يا راجل يا راجل يا راجل منين الكلام ده؟ لو المسيحي نجس نجاسة معنوية ربنا يقول لي ان انا احل ليا كمسلم اتجوز مسيحيه اتجوز كتابيه مسيحيه او يهوديه؟ ربنا قال لي ان انا طعام اهل الكتاب حل لكم، ربنا هيحلل لي اكل من ايد واحد نجس؟ سيدنا محمد اتجوز ماريا القبطيه، الكلام ده لازم يتنسف، الكلام ده لازم يتغير. العقول اللي بتدير الفتوى اغلبها عايزه تثقيف رفيع المستوى. الشباب انفتح. المحرره الصحفيه بتقول له يعني ايه اب يخلف 20 بنت فيجي اعمامها يورثوا معاهم ال 20 بنت ما ياخدوش، بينما لو الاب ده خلف ولد ذكر واحد يمنع اي حد ويورث. قال لها هو كده دي نصوص المواريث. ما الاجابه ما بتقالش كده. قالت له لو اللي كلمته عن الورث للذكر ضعف الانثيين، قال لها لا
امك لو ماتت وانت ومخلفاك انت بس، ابوك هيورث الربع وانت هتورث الثلاث ارباع. قالت له طب ابويا لو مات امي هتورث في ابويا ايه؟ قال لها التمن. قالت له يبقى ليه هو يورث في امي الربع بينما امي تورث في التمن؟ هو طبعا المواريث نصوص قاطعه في النص القراني، وفيها ما في اكتر من 24 موضع المراه ترث بالرجل. بس ده حوار، هتيجي تقول لي ده منزل من السماء؟ خلاص يا عم يفتح الله خلي لك. بيحصل؟ بيحصل. هو كده لازم تتعود على الجدال ده وعلى النقاش ده، واحنا عقليتنا في الجامعة توازي عقلية تلميذ النهاردة في ستة ابتدائي. حجم المعارف والإدراك بتاعه والوعي أعلى مننا بكتير. إنما هناخد بقى، ويعني حتى اللقاء يا أخي، احنا كنا بنقعد نتريق على ما يسمى بالدعاء الشباب اللي ظهروا من 10-15 سنة أو الدعاء الجدد. إيه رأيك مجموعة الدعاء الجدد دول؟ هما انا رايي انهم كانوا بيدعوا الى قيم اخلاقيه يعني، ومرحب بيهم. ليه لا؟ هو نكره ان ابني يبقى يعني بيتم تنشئته على قيم واخلاق؟ يا راجل سيبك من الهجوم اللي طالهم واللي قال لك ده مش عارف ابصر ايه، ما احنا ما بيظهرش حدنا الا ما بنخش، وده مش دارس وده كذا وبتاع. بس عملوا حاله، ايه رايك احتوى عدد من الشباب في مصر؟ ايه رأيك لما مشوا بقى عندك فراغ النهاردة؟ مين اللي بيملى الفراغ؟ ايه اللي يمنع ان هذا الشيخ الجليل المقدر عندي المعمم كرجل انا خمسيني ان هو وقاعد في المحطة ما يلبس زي عادي؟ يعني ما نشتغل بلغة العصر؟ ما انا بقيت الاقي مأذون شرعي لابس البدلة وقاعد بيكتب. يعني انا عارف ان في حاجة اسمه سمت رجل الدين، وممكن شيخ جليل يدخل ويقول انت مش بتشوف سمت القضاء وكلاء النيابه المحامين الاطباء الكلام ده. طيب احنا عايزين نقرب للناس. انا ما سمعتش مره خطيب جمعه داخل بيقول لك لو حد من الحضور والعياذ بالله المصلين دول ارتكب جريمه الزنا هذا الاسبوع، ايه اللي يمنع؟ هو اللي جاي لك كله ملائكه اطهار؟ او انه بيتربص بامراه يعني بينشن عليها؟ ما هو بينشن عليها وبيروح يصلي برضه. كراش عليها، ايه اللي يمنع ان انا ادخل كده في الموضوعات؟ ربما يكون بيننا مرتشي او بيعقد صفقة على انه يرتشي، او الشيطان بيوسوس له انه يرتشي ويروح يحج، احنا بنقول له لا كذا كذا كذا. خش في قضايا المجتمع، الدنيا وسعت، مش عايز اقول تعبير تاني، الدنيا وسعت خالص يا اخوانا. شبابنا بقى بيجيب لك من العالم كله ويحطه عليك، هتقعد بقى تقول له النص القراني النص الديني؟ نبدا الاول بالاتفاق، واحد الايمان بالحوار، حاور ناقش، ليس بهدف يا ابني ان انا ادخلك يا عم الدين الاسلامي او المسيحي، بس تعالى نتفق ان لهذا الكون خالق ونتناقش في ده مرة واثنين وثلاثة. أنت ينبغي أن تكون أهلا لهذا طالما ارتضيت أن تكون شيخا معمما مفتيا، صح ولا غلط؟ وبعدين بقى ندخل في الدين. لو هو اتولد لأبوين مسلمين ماشي، يبدي هكون مسلم، الإسلام آخر الديانات، وا وا وا. بس فكرة إن أنت تبدأ تنفر الشاب حتى بطريقة أو لغة الحوار زي الزميلة المحررة بالفجر اللي قال لك نص كامل حوار دار بينها وبين يعني بتوع الفتوى، فأنت متخيل؟ أرجوكم، أنا لن تفزعني أرقام الإلحاد في مصر، يفزعني حاجة واحدة، هل قامت المؤسسات الدينية المعنية بدورها؟ ما ده دورها، يعني ده دورها. ايه اللي يمنع؟ افتحوا بقى النوافذ، افتحوا الحوارات. مجتمع منغلق لا يؤمن بالحوار، هي دي مصر، واللي بيكلمك عايش فيها، عايش فيها.
لا اتغربت عنها ولا عملت كيت ولا كيت، نؤمن بالحوار. معايا على التليفون فضيلة شيخ الجليل أستاذنا الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي. مساء الفل يا مولانا. اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ الله يخليك. دلوقتي في يعني رقم ذكره احد اعضاء المكتب الفني بالازهر الشريف، بيقول ان مصر تحتل المرتبه الاولى عربيا في الالحاد، وانا بطرح قضيه، هي المشكله عندي في الالحاد ولا انا كمؤسسه دينيه نجحت ان اصل الى الشباب وان اتحاور معهم دون ان انا اتهمهم بكلمه انت ملحد انت كافر؟ هل احنا عندنا فعلا مبدا او فكره ان احنا نتحاور الى اقصى درجه؟ حد لحضرتك طبعا الاجابه. الحاجه الثانيه، بناتنا النهارده فضيله الشيخ على الفيسبوك فتاه مصريه عايشه في المانيا بتقول لك انا عايشت شاب كان بيحبني وبحبه عايز يتجوزني، قلنا نعيش مع بعض سنه، والسنه دي كانهم متجوزين بالمناسبه، يعني بالبلدي كده مارسوا العلاقه الجسديه، وبتقول لك بعد السنه خلاص انا حبيته حبني اتفقنا نتجوز. بناتنا بيتعرضوا لده يا مولانا ليل نهار، خلاص العصر اختلف. لما بنتك وبنتي يجوا يسالوك كده، هو انا بابا ممكن اجيب شاب ونعمل كذا، هل نعمل معاهم حوار ولا نسفخهم بالقلم؟ هل الفكره ان احنا نفتح الابواب ونناقش كل القضايا، لان احنا فعلا ولادنا بيتعرضوا او مش بيتعرضوا جزء من متغيرات العالم في عصر التكنولوجيا؟ واتفضل اجابتك. اولا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. طبعا الحقيقه احنا لابد ان احنا في هذه الامور الشائكه يعني ان احنا برضو نحترم التخصص ونبقى عارفين قد ايه ان احنا مهم جدا ان ربنا بيقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وحد الحلقه بدعابه كده لطيفه لحضرتك انك تنبه البرنامج انهم يكتبوا من علماء الازهر مش الداعيه الاسلامي. الداعيه الاسلامي احنا كلنا دعاه وحضرتك داعيه. اما انا شغلي من علماء الازهر الشريف ووزاره الاوقاف. فحته الداعيه الاسلامي ديت انا بس معترض عليها. يا شباب اكتبوا حالا من علماء الازهر الشريف. أيوة. ومن محبي خير وخير من محبي شيخ خالد الجليل. هذه بدايه. ثانيا حضرتك بتتكلم، هنبدا الاول بقصه الفتاه اللي هي الكارلا اللي انت حضرتك عرفتها في اول البرنامج. وقلت يعني نقلت الخبر انها بتدعو الى ظاهره الصحوبيه او العلاقه الزوجيه من غير زواج او العلاقه الجسديه من غير زواج على سبيل التجربه يعني. انا بس عاوز اقول لحضرتك معلومة انه التصرفات الشخصية مبنية على القرارات الشخصية لا تعكس رأي ديني باي حال من الاحوال. والمولى سبحانه وتعالى يقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. دي انسانة اختارت هذا الطريق وليس عليها رقيب ولا حسيب الا المولى سبحانه وتعالى جل وعلا. اما بالنسبة لدعوتها للانحلال والتفسخ الاخلاقي وخلافه، فاحنا العجيب انه في الدول المتقدمه في مجال حقوق الانسان، او هنقدر نقول الدول المتحرره من القيود الدينيه، بنلاقيهم بيتزوجوا في الكنيسه بعد ما انجبوا طفله وطفلتين وطفلتين. اخرهم ميسي، اخرهم ميسي بالظبط كده. يعني حاجه شيء عجيب ان حتى المثليين اللي احنا طبعا اسمها عندنا الشذوذ الجنسي وكلامها قاطع بالنسبه لنا، حتى المثليين في الغرب بيلجأوا الى الضغط للاعتراف بهم كعلاقه زوجيه. يعني حتى لما اتنين رجاله يتجوزوا بعض او اتنين ستات يتجوزوا مع بعض او واحده تتجوز درفيل ولا قطه ولا واحد يتجوز كلبه ولا ما اعرفش ايه، الحقيقه بيلجأوا لما يسمى بتعريف الزواج، العلاقه المعترف بها مجتمعيا في العالم الى الان هي العلاقه الزوجيه. تيجي واحده وتدعو الدول الاسلاميه او الدول المتدينه سواء كانت اسلاميه او مسيحيه الى العلاقه غير المتقيده بقوانين الزواج، هم يريدونها فوضى، هم يريدونها حاله من حالات التفسخ الاخلاقي غير المنضبط باي ضوابط اخلاقيه. فالحقيقه ده جانب اخلاقي هزيل احنا مش هنتوقف عنده لانها لن تؤثر في قيم شبابنا المؤمن او شاباتنا المؤمنات سواء كنا مسلمات او مسيحيات. انما نيجي لقضيه الالحاد، قضيه الالحاد هي القضيه اعتقد انها القضيه الخطيره
التي بدأت من أن تطل برأسها على الساحة العامة في مجتمعنا. قضية الإلحاد يا أستاذ محمد الحقيقة في رأيي هي قضية نفسية، مشكلة نفسية عند الذي تطرق إلى هذه المشكلة أو وقع في هذه المشكلة. مشكلة نفسية وليست مشكلة عقدية، مشكلة نفسية، لأنه الشاب الذي يلجأ إلى الإلحاد هو في الحقيقة يعاني من حالة من حالات الإحباط من الظواهر الخاطئة المتفسخة التي أحاطت الظهور بالمظهر الديني المزيف اللي بنعاني منه في حياتنا الاجتماعية المعاصرة. لذلك أنا شايف أن ظاهرة الإلحاد تقريبا لها 5 أسباب رئيسة، 5 أسباب كل سبب منها يستدعي التوقف عنده ودراسته في حلقة مستقلة. وهي أول حاجة خلط الدين بالسياسة. الحقيقة احنا ما كناش بنشوف مشكلة الإلحاد في مجتمعنا إلا لما بدأ استغلال الدين كورقة للسيطرة على كراسي الحكم أو السيطرة على الأجهزة الحكومية، كما رأينا في العهد عادل إخوان المسلمين استخدام الدين مع السياسة. وبالتالي ظهرت أمثلة كانت تظهر الدين وهي تكمن القمع واحتقار الإنسان وإقصاء كل الظواهر المحترمة والنبيلة في المجتمع. السبب الثاني هو اختفاء القدوة وتشويه البقية. اختفاء القدوة دي كارثة كبيرة جدا احنا شفناها، لانه بعد عهد الشيخ عبد الحليم محمود وبعد عهد الشيخ الشعراوي والشيخ محمد الغزالي والشيخ جاد الحق والشيخ كده اختفاء. قصدك القدوة الدينية؟ القدوة الدينية، نعم القدوة الدينية اللي لابد وحتما هتكون قدوة أخلاقية. اختفاء القدوة الدينية إضافة إلى أن البقية من هذه القدوة اللي موجودين في عصرنا بيتم تشويههم بفعل فاعل وبفعل أيدي عابثة، وبالتالي بيجد هذا الصداف في انهيار المثل العليا في نظر الشباب. السبب الثالث هو الحقيقة ضعف المؤسسات الدينية، لابد من الاعتراف بذلك. المؤسسات الدينية كانت يعني زي ما بيقولوا كده وان واي، يعني هم اللي بيتكلموا بس واحنا بنسمع. ظهر عصر الميديا المفتوحة والحوارات المفتوحة وارتقت مستويات الحريات، وبالتالي ما بقاش حد يسمع يقول ايه حاضر يا مولانا طبعا. كل واحد يقول له انت بتقول الكلام ده ليه؟ دليلك على الكلام ده ايه؟ عندك رأي تاني ليه؟ لازم تقول لنا الحقيقة، اقنعني بالدليل، قول لي الدليل العقلي على الكلام اللي بتقوله. زي ما الأسئلة الوجيهة اللي سألتها بنتنا المحررة في جريدة الفجر، ولما سألت أحد العلماء وبتقول له طب أنا حائض، الحائض ده مش نجس، الحائض ده سر الحياة، وبداية الكلام مقنع جدا ومحتاج إلى رد مقنع. ده اللي أنا بتكلم عليه يا شيخ خالد، ألا وهو ما ينفعش لا تحاور تيجي تروح حاطط لي المصحف قدامك وبتلجمني، أنا جاي أتناقش معاك. بقول لك يعني إيه إن أنا أكون امرأة وأنا أصل الحياة والكون والكلام ده وتقول لي أنت نجسة يعني. نعم، لذلك لازم يفهمها فضيلة الشيخ إن العلاقة ما لهاش، إن الأحكام الفقهية لا تعلل بشكل عقلي. يعني ليه بنطوف 7؟ ليه بنصلي المغرب 3؟ ليه بنغسل إيدينا لحد الكوع ما بنغسلوش لحد الكتف؟ ليه بنمسح على ظهر الخف مش على بطن الخف؟ الأحكام التعبدية هي أحكام متغيرة بين كل ملة وأخرى، لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه، كل أمة لها نسك ولها طريقة عبادة لا تتعلق بسر من الأسرار، إنما تتعلق بامتثال خاص لأتباع هذه التسليم. العبادة التسليم هو ده الكلام بالضبط. ولذلك إذا تم جرجرة الشيخ، إذا تم جرجرة أي شيخ إلى تبرير الأحكام بشكل عقلي حيفشل لا محالة. لو واحد قال لك الخمر حرام ليه؟ قال لك لانها تسكر وتظهر بالعقل. قال لك طب انا هشرب كاسين ومش هسكر، ها هتعمل ايه؟ هيلاقي نفسه في ورطه. الميسر حرام ليه؟ يقول لك اصله بيزرع الضغينه بين الناس. واحد قال لك انا بلاعب ابني قمار، احنا حرين. الزنا حرام ليه؟ قال لك لانه يؤدي الى اختلاط الانساب. واحده قالت لك انا شايل الرحم، او واحده قالت لك انا هستخدم موانع منع حمل. وبالتالي انت هتتورط يا مولانا، ما تتورطش في تبرير عقلي لاحكام فقهيه تعبديه القصد منها الامتثال ليس اكثر. طب عفوا فضيله الشيخ خالد الجندي، مش عايز ادخل فيما هو ديني لان اللي جاي لك ده ملحد، ما بيتكلمش هنا بقى لا على دين والاسلام والفروض والكلام ده، هو بيناقش معاك بشكل عقلاني يعني قائم على الحوار والحجه. هل كل ملحد فعلا زي ما انت ترى انه معتز نفسيا؟ احنا نرى علماء أنا في الكيمياء. أنا,
انا 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 احتج على كلمه مهتز نفسيا، هو يعاني من مشكله نفسيه، انما غير مهتز، لان دول بيكونوا كلهم اطباء ومهندسين. فانا قصدي يعني هل كل واحد يعاني يا فضيله الشيخ يعني من ما انا ما قلتلكش الرابع والخامس لسه. الرابع احنا قلنا الاولاني خلط الدين بالسياسه، نعم. الثاني اختفاء القدوه او تشويه البقيه. ثلاثه ضعف المؤسسات الدينيه، دي حقيقه لازم نعترف بها، لانه لازم ياخدوا كورسات ثقافه عامه وتخاطب وحوار بيسموها التنميه البشريه. رابع حاجه دي مهمه جدا، هي استعلاء اصحاب الخطاب الديني. بعضهم يعني انا مش بعمم، نعم. بعض اصحاب الخطاب الديني عندهم نوع من انواع الاستعلاء ونوع من انواع الكبر كده. انا عارف احسن منك، انا عارف احسن منك، انا قاري احسن منك، انت ايش تكون، انت مش فاهم حاجه، انت انسان ملحد، انت انسان مالكش الاخر يعني. فده طبعا خطا جسيم بيؤدي الى تفحل او انتشار او المشكله. الخامس حاجه بقى خطيره جدا، وارجو برضو ان انا يعني دي محتاجه 20 حلقه لوحديها، مش عارف اقول لك ازاي. شرف لي في اي وقت، ربنا يخليك. وعندنا شاي وينسون في القناه هنا، انا بتعاطى عرقسوس، اثابك الله، بارك الله فيك. المهم خامس حاجه في المشكله الالحاديه الحقيقه هي منهج التلقين المتبع في التعليم المصري الذي لا يقوم على الحوار وابداء الراي. بالضبط، يا ابني ذاكر دي، يا ابني احفظ دي، يا ابني قول كده لما يجي لك السؤال بالشكل الفلاني. منهج التلقين ده في التعليم المصري عموما، احنا الدوله الوحيده في العالم دلوقتي في العالم اللي شغاله على خاصيه التلقين. اسمع لا ده انا عايز اقول لك حاجه، ابني بيسالني سؤال، بيقول لي انا مالي ومال تنزانيا، صادراتها ايه، مواردها ايه، واحفظ ده ليه؟ انا هدخل على النت هجيب لك كل حاجه يعني. شوف انا مش مزلوق فيها يعني. هو اللي عليه، طب رد عليه، ما انت بتسكت. اللي دخلوا على تنزانيا من غير ما فهموا انت داخل ليه على تنزانيا. هو مش قادر يربط له ايه اهميه المعلومه، ايه اهميه الديناميكا، الاستاتيكا، حساب المثلثات، الاحصاء، الكلام ده كله لابد من تحضير الطالب نفسيا للاستعداد والتقبل للخاصيه التعليميه اللي بتقدمها له، بدل منهج التلقين العقيم كانك بتديه كبسوله او شربه خروع. لكن لو جينا بقى لبدايه الحديث مع الملحد، ازاي تتكلم مع ملحد؟ دي نصيحة بقولها لكل واحد في بيته ملحد أو زميله ملحد أو يعرف ملحد. أول حاجة لابد من احترامه، دي رقم واحد. طبعا الاحترام هو وسيلة التخاطب يا خلقي، هو يا ناس الاحترام هو الوسيلة الوحيدة لاكتذاب سمع المخالف أو المعاكس لك في الرأي. الاحترام، لأنك لو ما احترمتنيش مش هسمعك، أجهزة الاتصال بتاعتي كلها هتقفل عنك وهطلع فيك القطط الفصل. ثاني حاجة التخاطب مع العقل، الملحد ما ينفعش تكلم قلبه تقول له بص الوردة المفتحة، شوف نقطة المطر اللي نازلة مع السحاب، شوف الوزة اللي ماشية على برجل واحدة، شوف السمكة الملونة اللي عاملينها، الكلام ده ما يجيبش نتيجة، الكلام ده ينفع أيام العلم والإيمان والله يرحمه بقى، كنا احنا عندنا استعداد فطري لتقبل ده. صح، نقول لك يا سلام على السمكة، على العنكبوت، على الصرصار اللي بيجي. لكن النهارده انت محتاج عقل يحاور عقل. ده كلام جميل. ثالث حاجة مهمة في الحديث مع الملحد هو الفصل ما بين المفروض والواقع. عشان تكلم ملحد لازم تقول له أنا ماليش دعوة بتصرفات معظم أو بعض المسلمين، أنا عاوز أتكلم عن الإسلام، أنا ماليش دعوة بتصرفات البعض أو كثير من المتدينين، أنا عاوز أتكلم عن الدين، أنا ماليش دعوة من الناس اللي بتذبح وتقول الله أكبر وتفجر نفسها وتقول اللهم صل على الحبيب النبي، أنا ماليش دعوة بدول. دول في فجوة ما بين التطبيق والواقع، ما بين الدين والتدين، ما بين المسلم والإسلام. الحقيقة البعض الناس يقول لك يا خيبة الإسلام في من ينتمي ظلما له ولهدمه متفاني. الحاجة الرابعة ودي مهمة جدا، عدم التطرق للقضايا الأخروية. أما تكلم ملحد ما تقولوش ده في الجنة هتلاقي ثمرة شكلها إيه، ده في الآخر هيحصل لك إيه. طب القواعد دي لما حضرتك كونتها مش دي مفروض تكون موجودة عند كل الأئمة والشيوخ اللي بيتحاوروا مع شبابنا؟ يعني أنا هعترف لك بحاجة ودايما بقولها، بقول إنه إحنا في الأزهر الشريف ما بندرس في الكليات الشرعية مادة تخاطب إعلامي،
يعني احنا الدين عندنا بندرسه كما لو كنا بنكلم بيه بعض بس، وبالتالي الخطاب عندنا خطاب انكفائي، احنا خطاب بنكلم بعضينا. اسمح لي فضيلة الشيخ خالد الجندي، وانا عارف انك بتقدم برنامج على قناة دي ام سي، هل ممكن تشرفنا الاسبوع القادم ونفتح هذا الحوار بعيدا عن المداخلة التلفونية لانه موضوع شائك؟ والله يا استاذ محمد ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. يعني هنتكلم فيها خارج الهواء باذن الله. وانا بشكرك فضيلة الشيخ خالد الجندي من علماء الازهر الشريف. القضية قائمة على فكرة واحدة، الحوار. ولادنا على طول خلاص بقى منفتحين على كل العالم، عليك ان تقبل ده، عليك ان انت كأب كأم كأخ كبير كأي مؤسسة في الدولة، لا هو الحوار ثم الحوار ثم الحوار. لكن فكرة بقى ان احنا لا انت ملحد وكافر والكلام ده، كلام المستفز اللي انا قريته على موقع بوابة الفجر لا يليق. طولنا لكم في البداية شوية، بس اكيد دي كانت قضية مهمة لازم نبدأ بيها. وعندنا ايضا خبر حلو، مصر لا تزال تنتج كل كام يوم اخبار مفرحة. فاكرين حقل زهر اللي هو بتاع الغاز؟ حقل زهر في موقع بريطاني كاتب عنه النهاردة كلام شعر، يعني طبعا الموقع اللغة الإنجليزية مش هتقول شعر، فيها حقول غاز، بس بيقول لك ده هيغير قواعد اللعبة الاقتصادية في مصر والشرق الأوسط. مصر بإنتاج حقل زهر هتبقى ثالث دولة منتجة للغاز في أفريقيا. مصر هتبقى رقم 17 في العالم. بيتكلموا على وضع اقتصادي أكثر من ممتاز بعد دخول حقل زهر للخدمة اللي ظهرت أول شعلة ليه. ماذا ستحصد مصر بعد بدء إنتاج حقل زهر، ومتى يبدأ الإنتاج الأول؟ معايا على التليفون مهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق. مساء الفل، وننتظر منك الإجابة مهندس أسامة. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا عليك وعلى مشاهدينك الكرام. يمكن تذكر كان لنا لقاءات خاصة وعامة وأحاديث كثيرة حول الاكتشافات الجديدة والأمل وخلافه. وهنا عشان نتكلم في منطقة حقل زهر دي لازم نقول شوية معلومات تاريخية كده عشان المشاهدين يعلموا ماذا نتحدث عما نتحدث. في عام 2012 كان مضى علينا فترة طويلة ما كناش طرحنا مناقصات للبحث والاستكشاف. نعم. وفي عهد الاخ والصديق العزيز المهندس عبد الله غراب حينما اتى وزيرا للبترول طرح مناقصه، لانه كان ابتدى يحصل عجز في الانتاج وكان هناك عجز متوقع اكثر، وهو ما عانينا منه في 13 و14 و15 نتيجه عدم ابرام اتفاقيات جديده نتيجه عدم البحث. القصه في هذا المكان عايزين نقول انه قبلها بحوالي 6 سنين كان تم طرح مناطق في المياه العميقه، وعملت بها احدى الشركات لفترة طويلة وصرفت ما يزيد عن 600 مليون دولار. احنا مش هنذكر اسامي الشركات عشان ما تتأثرش. وصرفت ما يزيد عن 600 مليون دولار ولم يحالفها الحظر ولم توفق في الاكتشاف انها تحقق كشف تجاري يكون له اقتصاديات مرضية لها، فتخلت عن المنطقة وخرجت. وده الحقيقة حطنا امام اختبار كبير جدا، هل المناطق دي مش واعدة عندنا رغم انها واعدة عند جيراننا وظهر فيها الخير؟ نعم. فبدينا نبص تاني، وكانت هناك جرأة في طرح 15 منطقة في هذه الاماكن في المياه العميقة. قدرنا الحمد لله في ديسمبر 2012 وقت ما انا كنت موجود ان ننقذ هذه المناطق من انها تخش في صراعات بتاعة ترسيم الحدود وخلافه. وبدأ العمل يستمر في هذا المكان، وتمت الترسية على شركة إيني اللي خدت منطقة امتياز اسمها شروق تصل مساحتها الى حوالي 3600 كيلو متر مربع بجانب 7 مناطق امتياز اخرى اترست على بقية الشركات العالمية. هتلاقي في اديسون وهتلاقي بي جي وهتلاقي في بي بي، كلهم اخدين في هذه المناطق. نعم. شركة الو. ايوة مع حضرتك. شركة إيني بدأت العمل الجاد بعد توقيع الاتفاقية اللي مضاها المهندس شريف اسماعيل في ديسمبر 2015 في 2014 في 2014 عندما كان وزيرا للبترول كان وزيرا للبترول، وبدأ العمل في عمليات الحفر والاستكشاف لمدة 18 شهر الى ان اعلن المهندس شريف اسماعيل وهو وزير البترول ايضا في اغسطس 2015
عن الكشف التجاري لحقن الظهر يعني اعلانا كبيرا بيمثل هدية ونعمة من الله. ده اللي انا بقى عايز اوصل له، لان انت قدمت لي مقدمة طويلة، عايز اعرف ايه النتائج اللي انا هحصدها كحكومة كدولة من حقن الظهر كشعب، وده المهم كشعب طبعا كشعب وده المهم. المنحة الكبيرة اللي بعتها لنا ربنا في هذا التوقيت هي احتياطي يقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب غاز في وقت يصل فيه الاحتياطي العام للغاز، وقتها كان حوالي 70 تريليون، فانت بتتكلم تقريبا على ما يزيد عن 40% من اجمالي الاحتياط العام، وده كان كشف كبير بالنسبة لنا مش فقط من الناحية الكمية، ولكن ايضا ادلنا الامل في بقية المناطق اللي مطروحة حواليه انها تكون ايضا فيها يعني تكون واعدة ومليئة بالاكتشافات الجديدة اللي تحول مصر من مستورد للغاز، بندفع كل شهر مليار دولار حاليا للغاز عشان نواجه علشان خاطر نواجه احتياجات الصيف المتزايدة، وعلشان خاطر نواجه احتياجات المصانع اللي بعضها كان بيتوقف، وعشان نواجه احتياجات الكهرباء اللي كانت بتتقطع وبيتم فيها ما يسمى بالمناوبات وتخفيف الأحمال. هذا الحقل ان شاء الله مع بقية الحقول الاخرى اللي قدر قطاع البترول بعد ما تولى كمان المهندس طارق الملا وجه ان هو يحط مجموعة كبيرة على من الحقول على خريطة الانتاج في السنتين اللي فاتوا، بحيث ان بقى عندنا اكتر من 75 اتفاقية مضوا. طب عفوا الحقل ده هيدخل الخدمة امتى يا مهندس اسامة؟ الحقل ده هيدخل الخدمة امتى ويطلع لي انتاج مبكر في الربع الاخير من هذا العام ان شاء الله ما بين اكتوبر وديسمبر، اكمال كامل الانتاج في حدود 3/4 مليار قدم مكعب غاز يوميا. هيدخل لي فلوس قد ايه في السنة؟ يوفر فاتورة في حدود نص مليار دولار شهريا، يعني 6 مليار دولار كده هنوفرهم. ده في فترة الانتاج المبكر. انما يصل الى الانتاج الكامل في 2019 ان شاء الله ويتخطى 2.5 مليار قدم مكعب غاز، يوفر ويدر ويبتدي يدر علينا خير اكتر مع بقية الاكتشافات الاخرى. فاحنا بنتكلم عن نص مليار تصل الى اكتر من مليار ونص مع اكتمال انتاجه في 2019. انا بشكرك مهندس اسامة كمال وزير البترول الاسبق. انت بتتكلم على حقل بدأت شعلته الاولى الربع القادم من اللي هو 10 11 12، هنوفر ما يوازي نصف مليار دولار شهريا، بتتكلم على 6 مليار دولار في السنة، بتوصل ل 18 مليار دولار عندما يدخل هذا الحقل بكامل انتاجه. انت النهاردة بيقول لك بعد حقل الغاز ده هتبقى ثالث افريقي بعد نيجيريا وبعد الجزائر. امبارح المحكمة طصت واد متحرش 5 سنين مجرد تحرش، وتقديري او حسب ذاكرتي كده البسيطة ده اول حكم قاسي تجاه متحرش مش مختصم، مجرد تحرش بس وراه بنت بلد جدعة. كام ست في مصر او فتاة بتتعرض للتحرش؟ يعني لو اتعملت احصاءات، كنت مرة قريت تقرير مفيش امرأة او فتاة مصرية لما يتم التحرش بها حتى ولو تحرش لفظي. بنت مصرية اسمها هند على طول واد سواق توك توك اتحرش بيها، عكشته ما سابتوش، جابته وودته الاسم، اتحرش بيها من سنة. النهارده امبارح المحكمة طصته ال5 سنين على طول. خلونا نعرف القصة من بنت البلد المصرية هند عبد الستار. ازيك يا هند؟ زي حضرتك، الاخبار؟ بص بصراحه انت بنت مجدع، يعني هو ده اللي انا احبه. الجاي اتحرش بيا مفكرني بنت مكسوره الجناح، ده انا اجيبه واجيب اللي جابوه ولازم يروح السجن. عايزه دمنا حر. ايه اللي حصل بقى؟ احكي لي الواقع الاول. اللي حصل ان 2/9/2016 ماشيه في شارع كده فتعرضت للتحرش، ماشيه عكس العربيات. الو، ايوه سامعك هند. مع حد؟ تمام. ماشي عكس العربيات علشان انت عارف بقى الفتره دي بيبقى فيه سرقه، فيه تحرش، فيه استظراف، حاجات كتير. فبقى شايفه العربيه او الموتوسيكل او التوك توك اللي جاي في وشي. فبدات اسمع صوت مزيكا جايه عالي من ورايا. فالتفت للصوت ده، خفت ان هو يكون بيقرب مني، هيسرق، هيعمل اي حاجه. فحسيت ان هو بيبدا ياخد الاتجاه الشمال للشارع اللي انا فيه. فبسرعه عديت الشارع ولسه هطلع الرصيف، كان هو زود سرعته
وخلاص يعني، لدرجه ان انا فاكراه برضو وانا ببعد انا فاكراه انه بيهوشني. طلع نص جسمه من التوك توك وانا بطلع على الرصيف وراح لمسني اتحرش بيا. التوك توك عليه رقم عليه رقم كبير قوي من 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 ظهر التوك توك. التكاتك في حلوان عموما بيبقى الرئاسه الحيه مديها ارقام. نعم. فمكتوب عليه حلوان ورقم التوك توك. اوريدي انا حفظت الرقم بسرعه ورحت على الاسم، طلعت على المباحث وعملت المحضر. وخلال كام ساعه جابوا صاحب التوك توك، وبعد كده بعديها بساعه كمان او ساعه ونص جابوا المتهم نفسه واتعرض على النيابه تانية، وبدات بقى الاجراءات القانونيه للقضيه تمشي عادي. اهله تفاوضوا معاكي؟ اكيد حصل في الاول كلام بلطف، وبعد كده انا رفضت، بدا الموضوع يتقال ان انا بتدلى عليه وطب حولي، بدا تحصل تهديدات وتجاوزات. سواء تهديدات يعني مع رساله تتبعت مع حد، او انها تتقال منهم دايركت، او ان هم جم تحت البيت وبداوا يشتموا وبداوا يقلوا ادبهم. لما صدر الحكم امبارح رد فعلك كان ايه؟ انا مبدئيا مشيت من المحكمه قبل الحكم يعني قبل ما يتم النطق بالحكم. علشان انا مش ضامنه رد الفعل اللي كان قدامي هيعمل ايه، خصوصا ان اخته يعني اتعرضت لي قبل الجلسه نفسها، قبل الجلسه ما تبدا. نعم. فمشيت قبل الحكم، سمعت الحكم وانا في البيت. اللي هو يعني عارف، حسيت قبل ما نفرح يعني، انا بقيت قلت دلوقتي البنات لو عرفت هتفرح اكتر، وان البنات هتبقى عندها ثقه انها لو مشيت في الشارع وتعرضت للتحرش هتعرف تاخد حقها. دي الرساله اللي انا عايزك تبعتيها لاي فتاه مصريه او امراه مصريه تتعرض للتحرش، تنصحيها بايه؟ فكره ان انا اقف في الشارع واضرب متحرش انا عملتها قبل كده مره واثنين. بس مش ده الهدف. فكره ان الضرب مهما كان قوي ومهما كان الضرب بيوجع مش هيعلم سنين قدام. اللي هيعلم بجد فكره ان انت تحبسيه، ان شاء الله لو حبستيه شهر واحد بس بقى عنده في سجلاته ان هو محبوس. وما بالك بقى 5 سنين يا هند يعني. بالظبط. فهي بقى هتبقى وصمه عار ممتده لفتره كبيره، ان هو لو حد يقدم في وظيفه خلاص بقى متحرش، امسك متحرش. بالظبط كده. انا بشكرك. بتقول لا حرام. فلا يا جماعه، يا ريت كل البنات تبدا تاخد اجراء قانوني. حاولي على قد ما تقدري وما تخافيش، وفكره ما تهتميش بكلام الناس اللي هيتقال لك سمعتك وكل الحاجات دي، يا ريت ناخد اجراء قانوني كبنات. بشكرك هند عبد الستار، بنت بلد مصريه نجحت تمسك متحرش وقادته الى السجن 5 سنوات. لكل واحد بقى كان متحرش، ناوي يتحرش، ناوي بيفكر يتحرش، 5 سنين على الاقل. لو اتعكشت اهو 5 سنين، هتقضي 5 سنين ضلمه. واعتقد ان اللي هيبقوا مسؤولين عن سجنك هيظبطوك. نطلع فاصل. تعزم على حد بسجاره يقول لك لا ما بدخنش، امال ايه اللي حضرتك ماسكه ده؟ يقول لك دي سجاره الكترونيه. ايه يعني؟ بقيت بقى تمشي وتروح وتيجي. انا ما بدخنش على مستوى شخصي، انا بشحت سيجاره. المهم ان انت بقى منتشر بشكل كبير بين ناس كتيره من كل الطبقات من كل الاعمار، حاجه اسمها السيجاره الالكترونيه. كده يقول لك انا كده اقلعت عن التدخين والدكتور ولا حد وصفها لي وشويه وخلاص هبطلها. لكن النهارده لا، في ابحاث في دراسات بتتعمل بيقول لك ان السيجاره الالكترونيه بتسبب السرطان. وش كده؟ وتعمل لك مشاكل في الجينات ومشاكل في الهرمونات. يعني بيقول لك كمان السيجاره الالكترونيه اخطر من السيجاره الورقيه العاديه. يعني اخوانا خلوا بالكم، القصه ما بقتش كده بسيطه وسهله. ان مش استسهال انا وقفت التدخين فخلاص همسك السيجاره الالكترونيه. دراسه كامله منشوره النهارده بتقول لك لا، بتحذر تماما. اول حاجه بتقول لك بتمنع عمليه الاكسده في الجسم مما سيفسح المجال امام الامراض المزمنه. معايا على التليفون الاستاذ الدكتور حسام حسني مسعود، رئيس قسم الامراض الصدريه بطب قصر العيني. مساء الفل دكتور حسام. مساء الفل يا استاذ محمد، وحشني جدا. الله يخليك. بقول لك يا قمر،
ايه قصة السيجارة الالكترونية المنتشرة والكل متصور كده ان هو خلاص بطل تدخين وان السيجارة الالكترونية لا تضر؟ خلينا نقول الاول قصة ان انا بشحت سيجارة، ها؟ نعم. فكلمة مدخن اللي هو بيدخن سيجارة في اليوم. نعم. سواء خلاص يبقى انا كده بقيت مدخن، ده انا قلت على الهوا انا مش مدخن، بشحت سيجارة. بالظبط. كويس، فشحتها اشتريتها فانت مدخن، ها؟ كويس، وكلمة مدخن كلمة سيجارة في اليوم، كويس، دي معناها انك تحمل كل مشاكل التدخين. نعم. فالتدخين تأثيره مش بعدد السجاير، بعدد بقابليتك انت للسجارة. يعني كده ما بقاش في حاجة اسمه مدخن شارق خفيف او تقيل او شارق او تقيل او كده زي ما بنستخدم. طبعا كل ما بنزود عدد السجاير في اليوم كل ما المشاكل بتكتر. نعم. لكن برضو في مقولة مهمة ان تأثير السجاير يعتمد على عوامل وراثية داخل الجسم. نعم. السيجارة فيها 3400 مكون كيميائي. كويس. الذي يمثل ويؤدي الى ادمان هو النيكوتين. نعم. لكن العوامل الاخرى تؤدي الى عوامل مشرطنة وكده، فده كان على اساس هذا الاساس تم اختراع السيجارة الالكترونية، ها، او الشيشة الالكترونية. جميل. على اساس ان المادة التي تؤدي الى الادمان هي مادة النيكوتين. والمواد الاخرى هي دي اللي تؤدي الى السرطان او السدة الشعبية او التهابات الشعب المزمن. طيب. فتعالى ندي للمريض او للمدخن، عشان نقول ان المدخن هو مريضة، المادة التي تجعله يلتزم بالتدخين بدون اثار جانبية. نعم. ده كان الهدف الاول. والهدف بتاع السيجارة الالكترونية هي كوبري للاقلاع على التدخين وليس بديل على التدخين. نعم. يعني المدخن دائما عنده مشكلتين. مشكلة تأثير النيكوتين ومشكلة عادة السيجارة. نعم. فتعالى نغير العادة بوسيلة اخرى ونستبدل المواد المضرة. فهي كوبري الاقلاع عن التدخين، بحيث اللي كان بيكتبها من الدكاتره زي ما حضرتك قلت ان في بعض الدكاتره بيوصفوها بس ما بيوصفوهاش كبديل للتدخين. طيب، ماذا عن السيجاره الالكترونيه في حد ذاتها؟ هل فعلا تؤدي للاصابه بكل هذه الامراض اللي الواحد قرا عنها؟ لا توجد ماده كيميائيه ليست لها اثار جانبيه. يعني السيجاره الالكترونيه فيها ماده كيميائيه وبالتالي هيبقى لها اثار جانبيه. كويس، لكن خلينا نقول ان حتى النهارده الاف دي اي او منظمه الاغذيه والمشروبات كانت مطلعه بحث النهارده ان هم بيلزموا شركات التدخين بتقليل نسبه النيكوتين في السجاير. علشان نبدا نقلل نسبه ان الناس يبقى عندهم ان هم يبقوا مدمنين متعلقين. كويس، لكن خلينا نقول ان السيجاره الالكترونيه لو استخدمت ككوبري للاقلاع على التدخين هي وسيله جيده. لكن هي وسيلة، انما مش للنهار، لكن مش هي وسيلة، لان انا بستبدل وسيلة بوسيلة، لو استخدمتها وسيلة بوسيلة ما اسوأ من ست الى سيدي. كويس، ولا يعني احنا نقول له احنا نقول للي بيدخن السيجارة الالكترونية ايه؟ استخدمها شهرين ثلاثة واقلع عنها؟ هو اللي هو بيستخدمها للاول، هو بيستخدمها كبديل. فهو عندي بعض الناس اللي انا معرفهم معرفة شخصية، كويس، جابوها لاولادهم اللي هم عندهم 17 و18 سنه على انها وسيله امنه. دي مصيبه سودة. هي ليست وسيله امنه. ليست وسيله امنه. كويس، لكن هي وسيله من وسائل الاقلاع عن التدخين. انا ببدل شيء في منتهى الخطوره، بديك حاجه مؤقته اقل خطوره علشان تقلع. وبالتالي ينصح بعدم استخدامها على اطلاقها بقى. لا توجد استخدام على الاطلاق. السيجاره الالكترونيه كان بيوصفها الدكاتره للاقلاع كوسيله مساعده لاقلاع التدخين. نعم. كويس، لكن احنا طبعا بقت اصبحت في محلات متخصصه لبيعها. كويس. النصيحه بقى كطبيب امراض صدريه، التدخين يؤثر على جميع اعراض الجسم. التدخين، انا مش هنتكلم على السرطان، مش هنتكلم على الاورام، مش هنتكلم، لكن التدخين يؤثر على كل الجسم. يعني الست اللي خايفه على بشرتها بنقول لها خدي بالك ان التدخين بيكبرك في سنك 10 سنين، لان بيؤدي الى تجاعيدات وتجاعيد في الوجه. كويس، الراجل اللي بيدخن يقول له خد بالك ان التدخين يؤدي الى تقليل الخشونه. طب اللبانه اللي بقت مستخدمه برضه، في لبان؟ اللبان النيكوتين هو وسيله مساعده للاقلاع عن التدخين. خلينا نقول ان التدخين اصبح نوع من الادمان. احنا كنا زمان بنسميه عاده، دلوقتي احنا العالم كله بيعتبر المدخن ادمان مدمن. يبقى النصيحه من حضرتك، اولا انا بشكرك الاستاذ الدكتور حسام حسني مسعود رئيس قسم الامراض الصدريه بطب قصر عيني، ان زفت سيجاره الكترونيه سيجاره ورقيه زفت،
وطلع لو بتشرب سيجارة واحدة في اليوم زي كده لا يقال عليك مدخن، تطلع شحتة شحاتة تطلع شريعة مدخن. مساعد وزير الخارجية الأسبق رئيس اتحاد المستثمرين العرب دكتور سفير جمال بيومي كتب النهاردة بوست على الفيسبوك عجبني، هو ودكتور جابر نصار، حبيت أعرضهم النهاردة، أعرضوا يا شباب البوست. دكتور جمال السفير جمال بيومي كاتب بيقول لك إيه، سؤال حسن النية، هل يدلني أحد الأصدقاء على دولة من دول العالم، هو بيرصد هنا عجائب مصر الخمسة، تمتلك حكوماتها محلات لبيع البيجامات والملابس الداخلية؟ يعني هتقولنا دولة في العالم حكومتها بتبيع الملابس الداخلية، طبعا قصده مصر. طيب هل يدلني أحد الأصدقاء على دولة من دول العالم تمتلك مصانع مغلقة فيها 12 ضعف العمالة اللازمة وتدفع لها نسبة من الأرباح؟ بيتكلم على مصانع الغزل والنسيج، مصانع حديد وصلب والكلام. تمتلك أكبر دور العرض السينمائي والمسرح وتغلقها جميعا وتدفع أجور موظفيها. لديها في الجهاز الحكومي 11 ضعف العدد المطلوب من الموظفين. تدعم وقود السيارات المملوكة للسفارات والشركات الأجنبية. هو بيشاور لنا على مناطق فعلا بتثير الاستفهام، يعني ايه ادعم سفارات بنزين من الاخر؟ ما يشتري، انت عندك 170 سفارة في مصر بملحقيات بقنصليات بموظفين، يعني ازاي انا احكمها؟ يعني اخصص مثلا كم بنزينة ان دي بنزينات السفارات يشتروها بالسعر العالمي ويشتروها بالدولار؟ نقدر نوصل لكده؟ مش انتوا قلتوا هنعمل كروت البنزين؟ انا عن نفسي طلعتها. طيب ما نعمم فكره كروت البنزين، هنشتريه ب 5 جنيه اللتر 92، البنزين 92، بس امنع بقى الهيئات الاجنبيه والكلام ده ان هم ياخدوا دعم. اتمنى وزاره البترول توصل لده. النهارده 31 يوليو تنتهي فتره الرئاسه الأستاذ الدكتور جابر نصار رئيسا لجامعة القاهرة بعد 4 أعوام كاملة قضاها كرئيس لجامعة القاهرة. يكاد يكون دكتور جابر نصار هو أكثر رؤساء جامعة القاهرة في العصر الحديث اللي فعلا قدر إن هو يترك بصمة في الجامعة، استلمها مديونة سلمها دائنة، يعني معاها فلوس. حجم الانفاق على البحث العلمي ارتفع في عهده 300 مليون جنيه. وفر للجامعه في اعاده بس هيكله، اول قرار خده في اعاده هيكله كان موفر 3 مليون جنيه. الجامعه كانت في الترتيب 1300 عالميا وفقا لاحد التصنيفات للجامعات، وده كان التصنيف الاسباني. النهارده في هذا التصنيف جامعه القاهره رقم 587. الاجمل ان هذا الرجل هيئات ومؤسسات مصرية وشخصيات عامة طلبوا منه ان هو يجدد وياخد فترة تانية، قال لهم لا انا خلصت ال4 سنين عايز ارجع استاذ بكلية الحقوق. يعني احنا بنحييه النهاردة في المصرف افندي لانه من يعني اراه هو المصرف افندي بحق النهاردة، واحنا ما اطلقناش لقب المصرف افندي على اي شخصية، بس هو نموذج للشخصية اللي عندها وعي سياسي، كان مسيس، راجل مسيس، وكان في عضو لجنة الخمسين والكلام ده في اعداد الدساتير المصرية. لكن لما تولى منصب تنفيذي مش الناس بقى اللي يضحكوا علينا يقولوا لك كلام حنجوري ولما يجي يقعد على الكرسي يلبسنا في الحيطة، لا هو لا كان هوى ولا بلح، راجل عن حق. كتب بوست النهاردة بيقول في هذه اللحظة اقول اليوم أكملت مدتي، أتممت مهمتي، سلمت بفضل الله وعونه للوطن جامعة متألقة منارة للعلم والمعرفة والنور والتنوير، المجد لجامعة القاهرة. بنشكرك طبعا دكتور جابر نصار، ونتمنى أن يكون خلفك يعني خير خلف لخير سلف. تعالوا نروح لفقرة السبعة، عايز أكلمكم النهاردة في فقرة السبعة اللي ما عملناهاش بقالنا يومين وكل يوم نأجلها، لا النهاردة بقى نعملها. طب فقرة سبعة نتكلم على ايه؟ اشهر واضخم 7 جنازات مصرية في العصر الحديث. تعالوا نبدأ بأول جنازة
كبيرة شهدها المصريين. جنازة عبد الناصر الأكبر في تاريخ مصر. جنازة هي الأكبر، كانت في أكتوبر 1970 لأن الرئيس توفي 28 سبتمبر. حضرها كل رؤساء وحكام العرب ما عدا ملك السعودية في هذا الوقت الملك فيصل الله يرحمه لأنه كان في خلاف مع مصر. الملك حسين بكى فيها، ياسر عرفات، ملايين. مصر أقامت نعوش تقليدا يعني موجودة في كل مساجد الجمهورية، وكانوا بيخرجوا شايلين النعش على كتافهم وكأنهم بيودعوا عبد الناصر. هي الجنازة الأضخم في تاريخ مصر. تعالوا نروح نشوف الجنازة التانية. جنازة أم كلثوم 4 ملايين في وداع الست. جنازة أم كلثوم اتحركت من مسجد السيدة زينب صلوا عليها، طلعت بعد كده على مسجد سيدنا الحسين بناء على وصيتها. مشي في هذه الجنازة 4 مليون مواطن مصري. الجنازة كانت في 5 فبراير 75، كانت تاني أكبر جنازة من حيث العدد. نشوف تالت أكبر جنازة. جنازة عبد الحليم حافظ، بكاء وانتحار وصدمات نفسية. أميمة عبد الوهاب فتاة مصرية عندها 21 سنة ساكنة في نفس العمارة اللي ساكن فيها عبد الحليم حافظ. أول ما عرفت بوفاته رمت نفسها، انتحرت، ماتت. والد فليسامحنه الله، ما قدرش أعيش من غير عبد الحليم حافظ. لما الخبر انتشر بتاع وفاة عبد الحليم حافظ، ناس كتيرة معظمهم من الفتيات أغمى عليهم واللي حاولوا الانتحار. جنازة عبد الحليم كانت جنازة كبيرة جدا، ممكن يكون عنوانها الجنازة اللي حملت أكبر صدمة نفسية لقطاع كبير من الشباب في مصر والوطن العربي. نشوف رابع جنازة. جنازة السادات 800 زعيم في وداع بطل الحرب والسلام. الرئيس الأمريكي في وقت وفاة الرئيس عبد السادات، اغتيال الرئيس السادات في الجنازة، كان رونالد ريجن، لأسباب أمنية المخابرات الأمريكية منعته من حضور الجنازة. لكن هي الجنازة المصرية اللي حضرها 800 شخصية دولية، 800 شخصية عالمية، رؤساء حاليين وسابقين. الملاحظة في هذه الجنازة أن غلب عليها الطابع الرسمي أكثر من الطابع الشعبي. المصريين ممشوش بكثافة في جنازة السادات، رغم أن الرئيس السادات هو الرئيس اللي حقق لك النصر وهو اللي أعاد ليك الأرض والعزة، لكن تحل المصريين. نروح نشوف خامس جنازة. جنازة الشيخ الشعراوي 1,000,000 في وداع إمام الدعاء. دي جنازة غريبة شوية، ما يعني مشيت في شوارع القاهرة حاجة بسيطة عند منطقة الأزهر والدراسة، ركبت عربية راحت دقدوس قرية الشيخ محمد متولي الشعراوي. ربما لإجراءات أمنية ما كانش ينفع جنازة الشيخ الشعراوي في العصر الحديث وهو توفي في أواخر التسعينات إنها تخترق شوارع القاهرة، هيبقى فيها مشاكل أمنية كبيرة، فنقلوها فورا على الدقهلية في دقدوس. جنازة الشيخ الشعراوي كانت 1,000,000 عن حق، مشي فيها ملايين. دي كانت خامس جنازة كبيرة بيشهدها المصريين. نشوف سادس أشهر جنازة. جنازة أحمد زكي الفتى الأسمر فوق أعناق محبيه. بعد الألفية الثانية ودخلنا في الألفية الثالثة، يعني من بعد 2000 بقى وانت طالع خلاص الجنازات بقت أمر عادي، ما بقيناش في مصر هنشهد جنازات مليونية ضخمة كبيرة. المصريين إما بقى لإجراءات أمنية أو خلاص الدنيا خلصت، يعني واحد مات هتدفن، أقصى حاجة هتحضر العزاء وخلاص. لكن إحنا آخر حاجة بقى جنازة الشعراوي،
وشعره كان قامة دينية كبيرة قوي، مش لمصر بس، مصر والعالم الإسلامي. لكن فنان أسمر ميت عن عمر 56 سنة، زي بقية الفنانين اللي بيموتوا هنحضر العزاء أو يمشوا ورا أصحابه. لكن فوجئنا إن جنازة الفنان الراحل الكبير أحمد زكي بتشهد عشرات الآلاف بدون مبالغة، وبل مئات الآلاف من عند مسجد مصطفى محمود حتى مقر دفنه في 6 أكتوبر. هنروح نشوف سابع جنازة، ودي مفاجأة تماما، هتعرفوا مين الشخص ده وتسألوا عنه. جنازة صلاح عطية، مئات الآلاف في وداع رجل لم نكن نعرفه. ده راجل انت ما تعرفوش، اسمه صلاح عطية، ولا هو في شهرة عبد الناصر ولا السادات ولا احمد زكي. جنازة غريبة قوي، وانا لاول مرة اقول لك عنه. مثلا مين صلاح عطية ده؟ ده راجل كان يعمل في التعليم الازهري ومسؤول عن بناء المساجد والتعليم الازهري في الازهر. عرف عنه ان الراجل ده بيتاجر مع الله، يعني كان ليه ايادي بيضاء، ايادي خير على ناس كتيره جدا لا انت تعرفهم ولا انا اعرفهم، بس اول ما عرفوا خبر وفاته افتكروا الخير اللي الراجل ده بيعمله فيه، فمشوا في جنازته. انشا عشرات المعاهد الازهريه، انشا بيت مال المسلمين، بيقول لك ما كانش فيه فقير واحد في القريه اللي هو اتولد فيها، عمل محطة قطار بالبلد اللي هو عايش فيها بالجهود الذاتية، بتفاهنا قرية تفاهنا الأشراف بمئة غم، أنشأ بيت طالبات يسع 600 طالب، إنشأ بيت طلاب يسع 1000 طالب بالقرية. يعني أي قرية كان بيزورها بيقوم فيها بيت مال للمسلمين، يعني تجهيز عرائس للزواج، مساعدة اليتامى. فكان عنوان هذا الرجل أنه تاجر مع الله، فلما تاجر مع الله جنازته كانت مليونية، ناس كتيرة خرجت وراه. صلاح عطية، افتكروا هذا الاسم، نسأل الله لهم جميعا الجنة. امبارح احنا كنا بنعرض قصة الطفل ياسين في مستشفى 6 اكتوبر، واللي كان موجود في الحضانة، واللي الممرضات والاطباء بعضهم كانوا بيشيلوا الفيشة عشان يشحنوا الموبايل، يشيلوا الفيشة ويشحنوا الموبايل. الطفل ياسين مات، وجدة الطفل ياسين كانت معانا امبارح على التليفون، واحنا نشدنا وزارة الصحة بالتحقيق في الموضوع، ان الكلام ده ما ينفعش يستمر. فعلا وزارة الصحة النهاردة تابعت الموضوع، والنيابة العامة الاول بدأت التحقيق في البلاغ اللي قدمته اسرة الطفل والد الرضيع ياسين، وبيتهموا في المستشفى والاطباء بالاهمال الطبي، وجايبين بقى في المحضر كل حاجه. استجوبوا الطبيبه، واستدعت النيابه بعض الاطباء لاستجوبهم، والنيابه امرت بوقف طبيبه الاطفال المسؤوله عن مباشره الحاله. بصراحه لا تستحق يعني، بس الايقاف بس لا، عايزين حاجه اكتر من الإيقاف، وقف الطبيبة المتسببة بوفاة الرضيع ياسين. احنا بس كنا بنعمل لكم متابعة عن الخبر على اساس المخطئ، زي ما كنا بنتكلم بره عن الإهمال، المخطئ ينال جزاء. بعد الفاصل هنفتح موضوع مهم جدا عن المدارس اليابانية في مصر، المدارس اليابانية في مصر، فقرة تهم عدد كبير جدا من حضراتكم. وعايز اقول لكم فكرة المدارس اليابانية في مصر نشأت لما السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي زار اليابان وشاف نموذج لهذه المدارس، فقال انا عايز من ده في بلدي. نطلع فاصل. بعد الفاصل، المدارس اليابانية في مصر، متى ستبدأ الدراسة بها؟ وما هي نقاط الاختلاف والتميز عن أنماط التعليم المختلفة في مصر؟ وما هي شروط التقدم والقبول بها؟ وما هي قائمة المدارس التي ستبدأ العمل مع العام الدراسي الجديد؟
التفاصيل يناقشها المصرف فندي مع الدكتور ياسر عبد العزيز مدير عام الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والدولي واللغات. تدرج الدكتور ياسر عبد العزيز الحاصل على ماجستير مناهج وطرق تدريس من جامعة عين شمس في مناصب وزارة التربية والتعليم مديرا لعدد من الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة حتى تولى منصبه الحالي قبل 5 أشهر ليتولى الإشراف على ملف المدارس اليابانية في مصر منذ بدايتها. عدد كبير من أنماط التعليم ما قبل الجامعي في مصر بدءا من المدارس العامة والرسمية للغات والقومية ومدارس النيل والمتفوقين والمدارس الدولية والخاصة والأزهرية وغيرهم. انضمت لها هذا العام المدارس اليابانية التي تطبق نظام التوكاتسو الياباني للتعليم في مصر. ومنذ الإعلان عن بدء تطبيق تجربة المدارس اليابانية في مصر وإعلان وزارة التربية والتعليم عن تطبيق الاتفاقات التعليمية التي أسفرت عنها زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى طوكيو العام الماضي، بدأ اهتمام أولياء الأمور بمعرفة طرق التقدم للمدارس اليابانية في مصر. وتعتبر التجربة اليابانية في التعليم من أهم التجارب التي تعتمد على أنشطة التوكاتسو، وهي نوع من الأنشطة التربوية التي تقوم على تنمية الشعور بالجماعة والمسؤولية لدى التلاميذ والطلاب تجاه المجتمع والبيئة المدرسية المحيطة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين الجوانب الاجتماعية والعاطفية للطفل والجوانب الأكاديمية، بالإضافة إلى تنمية روح التعاون ومهارات التعامل مع الآخرين من أجل إعداد شخصية إنسانية متزنة ومتكاملة. وتنتظر الأسر المصرية تعميم تجربة المدارس اليابانية على 45 مدرسة العام المقبل، ثم إنشاء وإعادة عدد آخر من المدارس ليصبح عدد المدارس التي تطبق فيها التجربة اليابانية 212 بحلول العام بعد القادم. المصطلح اسمه المدارس اليابانية في مصر، هل ده معناه أنا كولي أمر لما أشوف الفقرة دي يبقى في منهج ياباني تعليم هيتم تدريسه لأولادنا، ولا نظام مختلف غير اللي احنا متعودين عليه؟ طيب النظام ده هدفه إيه؟ هل التجربة مطبقة في مصر؟ طب في كم مدرسة؟ طب لو الفقرة دي عجبتني ونظام التعليم ده عجبني أقدر أقدم لابني أو بنتي؟ طب أقدم إزاي؟ أسئلة كتيرة، وهيبقى متاح لحضراتكم تواصل مع ضيفي الكريم اللي هيشرح لنا كل ما يتعلق بالمدارس اليابانية في مصر. خلوني أرحب بضيفي الأستاذ ياسر عبد العزيز المشرف العام على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والدولي واللغات. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ محمد، إزاي؟ كيف جاءت الفكرة إلى مصر إن يبقى عندنا ما يسمى بالمدارس اليابانية؟ طبعا زي ما عرضت في التقرير من شوية، هي المدارس الفكرة جت من زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطوكيو، وزار أحد المدارس هناك في اليابان وطلب تطبيق هذه الفكرة عندنا في مدارسنا. فبدأنا السنة العام الماضي باختيار مجموعة من المدارس، هم كانوا 12 مدرسة في القاهرة والجيزة في إدارات تعليمية مختلفة. كانت المدارس ديت في إدارة الويلي وإدارة السيدة زينب، والجيزة كان في الوراق، خدنا مدرسة في الوراق، وكان في مدرسة في الأليوبية في بنها. بدأنا التجربة، جيوا مجموعة من خبراء اليابان عرضوا لنا التجربة، وسافر مديرين المدارس دول وبعض المدرسين سافروا إلى اليابان اتفرجوا على التجربة ومارسوها داخل المدارس، اللي هي فكرة التوكاستو. فكرة التوكاستو باللغة اليابانية معناها ايه؟ هي ممارسة الأنشطة داخل المدرسة. طب عفوا، هو انتوا كده جايبين تعليم ياباني ابني هيدرسه هنا في المدارس؟ لا اطلاقا، هو المنهج الذي يدرس داخل المدارس هي المناهج المصرية. يعني
ابني هيدرس المنهج اللي كان بيدرسه اخوه مثلا السنه اللي فاتت في المدرسه اللي جاي وزميله اللي في المدرسه الثانيه بيدرس نفس المنهج. نفس المنهج. نفس المنهج. اذا طيب. كان مدارس رسميه او رسميه لغات او رسميه متميزه نفس المنهج بتاعنا. طيب المدرسين يابانيين مصريين 100% هم نفس المدرسين. انا قلت لسيادتك المدرسين بتوعنا اللي هم في التجربه دي سافروا اليابان ومارسوا هذه التجربه داخل اليابان. طب لما المنهج واحد والمدرسه كبنى واحد والمدرس اللي بيدرس لمصر ايه اللي مختلف بقى؟ الانشطه التي تمارس في المدرسه، لان هو في هناك في هذا التقاستو ان انا لازم بد ان انا احقق 11 نشاط. 11 نشاط في المدرسه. في المدرسه. لازم يمارس للتلميذ ده. مع التلميذ. خلاص؟ من ضمن هذه الانشطه اصل هو منهج التقاستو ليه اهداف. اهدافه اللي موجوده ان انا بنشئ طفل ذكي. هم المنهج هم حاطينه عايز اعمل طفل ذكي. قوي. عطوف. بيدرك مدى السعادة التي يحصل عليها الطفل عندما ينفع الآخر ينفع غيره مساعدة الآخرين بالضبط. بطور عنده مهارة حل الأزمات. بيفهم مشاعر الآخرين. كيفية الحوار. كيفية نظام تنظيم الوقت. من ضمن أهدافه البهجة للتعلم. البهجة للتعلم بالظبط. يعني مش رايح المدرسة متقدر لا ولا بارب لا هو رايح مبسوط عايز يتعلم عايز يعرف ايه. من ضمن الأنشطة اللي عنده في ال 11 نشاط دول لا هم دول كده الأهداف اللي حددها نظام التوكاستو في اليابان عايزين يطلعوا الطفل ده متحقق فيه الكلام ده فحطوا هذا النظام اللي مصر عايزه تطبقه في عدد طبعا من المدارس ما ينفعش مره واحده بالظبط. طيب. الانشطه بقى عايزين يعملوا ده من خلال انشطه مش من خلال منهج تعليمي. المنهج التعليمي اللي موجود هعمل الانشطه اللي تساعده على هذا المنهج. عندنا كم نشاط؟ 11 زي ايه كده؟ مثلا الساعه والانضباط يعني من ضمن الحاجات اللي عندهم ان لابد ان يكون في كل فصل ساعه. كل فصل ساعه. ليه؟ بتعلم الطالب الانضباط بمعنى قيمة الوقت بالظبط الطالب والمدرس. وتقول له ايه انا عندي 5 دقائق الاولانيين 5 دقائق الاولى مثلا حل تدريبات على الدرس السابق. هو نفس الدرس بتاعنا اللي بنشرحه. هيقعد 5 دقائق الطلبة تحل بعد 5 دقائق لازم ستوب مش هنخليهم 6 مش هنخليهم 8 خلاص مش هنبحبح لا بحبح كده لا شرح الدرس مثلا بالنسبه للمدرس ما هو داخل عامل حسابه بقى مقسم وقته لان التايم عنده يعني ممكن الطالب يقوم يقول له ستوب بعد 10 دقائق شرح مثلا شرح الدرس 10 دقائق مثلا او ربع ساعه يبقى الطالب من حقه بعد 10 دقائق المدرس يوقف شرح لان في الوقت اللي بعد كده هيحل تدريبات في على نفس الدرس في الكتاب يبقى بيعلمه الانضباط. بس عايز اقول لحضرتك حاجه الساعة اليابانية في المدارس اليابانية لا تعطل. الساعة في الفصل المصري هتعطل. هنلاقي البطارية خلصت والمدرس ولا الناظر منتظر الاعتماد من الوزارة. أنا بحكي لك أنا دوري أنقل لك وجهة نظر أخرى. طيب إحنا اللي هو الروتين. بالظبط. إحنا أقول لسعادتك على حاجة. إحنا جربنا هذه التجربة السنة اللي فاتت مثلا في مدرسة في الوراق. في الوراق. لا تتخيل مدى السعاده والانضباط الطلبه يعني يا ريت تنزلوا كنتوا تزوروها او تزوروها الجزيره ولا منطقه الوراق منطقه الوراق مدرسه اللي كانت في الشيخ عبد العزيز اداره الوراق التعليميه اداره الوراق نعم ومدير هذه ومدير عام الاداره نفسها دي سافر الى اليابان وهو بنفسه كان متابع التجربه داخل المدرسه حاجه يعني بصراحه بقول لك طبقت السنه دي وعلى ايه بقى مش مدرسه مش مدرسه عربي لغات مش لغات عاديه مش لغات في الوراق في السيدة زينب طبقنا في 4 مدارس في دارة السيدة زينب. طيب هرجع لفكرة أول حاجة الساعة جوه الفصل بالزبط. اللي هو احترام الوقت، إيه تاني؟ تاني بي 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 بيعلم الطالب إن لابد إنه يجي من بيته فتران الإفطار. يجي فتران ونايم ومستيقظ بدري. عشان يجي يخش على الطابور بيعلمه برضه موضوع الانضباط داخل الطابور إنه يخش كل طالب عارف مكانه فين في الطابور ومتحدد له. هم بقى محددين لبعض رسمين الطابور اونلاين وداخل هيقف في الطابور في مكانه. الاجمل بقى من كده ان طبعا دورات المياه
لازم يكون فيها صابونة، دورة المية فيها صابونة، عشان لازم يتعلم غسيل الأيدين. لما أنا واخد الطالب من كي جي لغاية رابعة ابتدائي يتعلم إن بعد ما يخش الحمام أو كده لازم يغسل إيديه. الأجمل من كده إن المدرسة دي لابد إن ما يكونش فيها عمال. مدرسة الوراق مشيتوا العمال اللي فيها؟ كانوا قاعدين ما بيعملوش حاجة، ما رفدناهمش، بس لا. هي من ضمن الحاجات ان هو بيتعلموا النظافه، ان كل طالب مع المدرس مع المجموعه بتاعته اللي بيعملوا النشاط اليومي بيقسموا الوقت بتاعهم على المدرسه، لازم ينظفوا فصلهم وينظفوا مدرستهم. عشان ده برضو من الشروط، عشان ولي الامر ما يجيش يقول لي انت مدخل ابني المدرسه عشان ينظفها. لا، عشان هو اولياء الامور اعترضوا نهائي. ده من ضمن الحاجات، كان من ضمن الانشطه ان ولي الامر ممكن يجي يحكي قصة داخل المدرسة عن النظافة أو عن ترتيب الفصل أو عن تنظيم المكتبة ويشارك، لأن أولياء الأمور ليهم دور في هذا الموضوع. نعم، مشاركة داخل الفصل، بينزلوا مع أولادهم فبعض أولياء الأمور جم حكولنا قالوا لنا إحنا أولادنا كانوا بيصحوا الصبح ما يعرفوش يعني إيه ينظم سريره. دلوقتي قبل ما يقوم يروح المدرسة بعد البرنامج اللي اتطبق معاهم في المدرسة بيرتب سريره قبل ما يروح. فدي من ضمن الأنشطة اللي موجودة عندهم. عندهم نشاط آخر اسمه الحوار والمناقشة، عشان يتعلم إزاي يحاور وإزاي يناقش وإزاي يتقبل الآخر. ونحن المجتمع لا يعرف الحوار، وإن الواحد بيناقش ده النهاردة. بيهتموا بموضوع الرحلات، واللي بينظم هذه الرحلات الطلبة نفسها، المجموعات يقعدوا ينظموا إحنا الأسبوع ده هنعمل، بيعملوا جدول، إحنا عايزين نزور الأهرامات، طب مين اللي هيروح ومين المشرف بتاعنا، ويجهزوا الجدول بتاعهم ويطلعوا على مدير المدرسه او على المشرف بتاعهم بتاع النشاط ويقولوا له احنا هنعمل رحله، وهم الاولاد هم اللي بينظموا. لكن مش منظم رحله بيروح يتفق مع الكافيه الفلاني ياخد منه سندوتشات وعموله، ده ما فيش. بحكي لك الواقع. دي الانشطه اللي موجوده داخل التوكاستو. طيب ده تم تطبيقه في كم مدرسه؟ 12. كلمني عن مدارس هتتبني وفق هذا النظام، بمعنى نظام التوكاستو الياباني ده محتاج تغيير في شكل المبنى المدرسي؟ فعلا، هو اللي كان مطلوب تغيير في شكل المبنى المدرسي. ليه؟ لان هم محتاجين حجرات لممارسه الانشطه بشكل معين، ممارسه الموسيقى بشكل معين. فاحنا بدانا فعلا، او الوزاره بدات بالمدارس اللي هتنشا للعام الدراسي القادم ان شاء الله، واحنا ان شاء الله في طريقنا ان احنا نستلم تقريبا 28 مدرسه. 28 مدرسه في الوقت يعني على بدايه العام الدراسي ان شاء الله. مودي بقى كم مدرسه في الصعيد ولا كله القاهره الكبرى؟ لا 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 لا، متوزعين على القاهره. يعني في الصعيد؟ في الصعيد، وفي في الدقهليه، وفي في الشرقيه، وفي. كثافه الفصل قد ايه؟ هي الكثافه بتاعتنا اللي هي بتتراوح ما بين 70 35 ل 40. معقول لو 35 ل 40؟ الرسوم هندفع قد ايه؟ هي نفس تقريبا رسوم المدارس التجريبيه، وطبعا ما بتتراوح ما بين 2000 ل 4000. 2000 ل 4000. لو انا ولي امر وقاعد بتفرج على حضرتك دلوقتي عايز بكره الصبح اروح اقدم، اعمل ايه؟ بص يا فندم، هو التقديم هيبقى عن طريق موقع الوزاره. احنا هنقبل السنه دي في المدارس اللي هتفتح جديد، طبعا اللي مطبق فيها النظام ده خلاص، اللي هتفتح جديد ان شاء الله هيعلن على موقع الوزاره قريبا التقدم لهذه المدارس. هيقدم، وقواعد القبول بقى هتنزل على موقع الوزاره ويتقدم ليها الناس، اي ولي امر. والقبول بيتم يعني عادي، ما فيش عن طريق النت؟ لا، ما فيش مشكله عادي، بس هي طبعا المحل توزيع جغرافي المحل السكني، لان من ضمن شروطها الطالب هيقعد في المدرسه لغايه الساعه 4 مثلا او حاجه، عشان في انشطه كتير بتمارس، ولازم بيتعود ان بكره ان الصبح يجي بدري المدرسه، فبتبقى يعني قريبه منه ان شاء الله. في النهارده الوزاره اعلنت فتح باب امام المدرسين. بالظبط، على موقع الوزاره. موقع الوزاره النهارده الموقع فتح وموجود على موقع الوزاره لو حب نشوفه، يعني استمارات للتقدم، وحطوا شروط للمدرسين اللي يرغبوا للتدريس في هذه المدرسه. انا مدرس بعمل في المدارس الحكوميه والتجريبيه. تمام. لما انتقل للمدارس اليابانيه هيبقى مطلوب مني ايه؟ الشروط اللي موجوده الموقع على الشاشة عرضوه يا شباب. الشروط اللي موجودة
حوالي الـ 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 الشروط اللي يتقدم بها الطالب للمعلم لهذه المدارس موجودة على موقع الوزارة وبيتقدم لها المدرسين وبنشوف طريقة الاختيار تبقى عن طريق الموقع الإلكتروني وبيحصل مقابلات. في مواصفات معينة مفروض تتوفر في هذا المدرس؟ مواصفات طبعا معينة، السن محددين السن من 40 سنة تقريبا، عدد سنوات الخبرة أعتقد 10 سنوات على الأقل 10 سنوات خبرة. أقول لسيادتك الشروط هي من على الموقع. طبعا الموقع مفتوح للمعلمين والأخصائيين والإداريين. السنة دي هنفتح لمدارس اللغات اللي هم 28 مدرسة. قبل كده ما كانش في مدارس لغات، قبل كانت كده مدارس يعني ال 12 مدرسة كانت مدارس كانت من ده كانت عربي وفي منها بعض المدارس يعني اللغات. دلوقتي ممكن يبقى فيها تجريبي لغات، هو اللي هتتفتح ال 28 دلوقتي اللغات اللي هي التجريبي كان زمان، دلوقتي بنسميها المدارس الرسمية لغات. المدرس هنا بياخد أجر أعلى؟ لا لا لا، نفس أجره. لا يعني هو انتقال من مدرسة لمدرسة لكن بالزبط. لا يعقبه هو بنعمله عملية ندب بس. ندب. هتدوا لهم كورسات المدرسين دول؟ هياخدوا تدريبات في الأكاديمية المهنية للمعلمين ومحطوط البرنامج التدريبي ليهم إن شاء الله. هيروحوا الساعة كام ويمشوا الساعة كام المدرسين؟ ما هو المدرس هيكون موجود في المدرسة مع بداية الطابور الصباحي، لأن احنا بنعلم الطالب يعني نقول من 7 الصبح 7 ونص 8 إلا ربع يعني لغاية نهاية اليوم الدراسي اللي هيكون ما بين 4 ل 4 ونص كده تقريبا. إيه عنصر الإغراء بالنسبة لي كمدرس أجي لك المدارس اليابانية وأنا فلوسي مش هتزيد وهتاخدني من 6 الصبح وارجع بيتي 6 7 بالليل ومش هدي دروس خصوصيه؟ يا الـ 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 الفكره الـ الـ الانتماء لهذه المدارس لمصر، وان احنا بدي المدرس مش المدرس بيفكر في الفلوس بس. انا عندي مدرسين كتير جدا عايزين ينضموا لهذه المدارس، وخصوصا كمان ان هم بيطلعوا بعثات لليابان، يعني التقييم ليهم بياخدهم يسفرهم اليابان وياخدوا الدورات هناك ويرجعوا، واحنا بنديهم دورات تدريبيه. فالفكره مش فكره فلوس، ان انا باخد فلوس، وانا كده كده واخد مرتبي، وانا في المدرسه العربي باخد مرتبي، وانا في مدرسه اللغات باخد مرتبي، وانا في المدرسه الياباني باخد مرتبي. عايزين نشيل فكره ان انا بشتغل عشان الفلوس. المدرس ليس عمله، واحنا على فكره المدرسين المصريين متميزين في هذا الموضوع. بس يعني بس اوفر له اجر عادل وكريم. يا هو يعني الموضوع الاجر ده في كلام شويه يعني، ما ان انا انما المدرس مش بيشتغل عشان الفلوس تبقى زياده او الفلوس اقل يعني. في دروس خصوصيه هتبقى في المدارس اليابانيه؟ لا. ايه الضمانه؟ ما بقول لسعادتك هو المنهج هو، انما الطالب بيمارس انشطه وبيمارس الـ 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 اليوم الدراسي بتاعه بعد ما خلص الساعه 5 4 ونص هياخد درس خصوصي فين؟ علشان انت شاغل اليوم كله يعني. شاغل اليوم كله. دي تجربه بتعملها هنا المدارس الدوليه في مصر الانترناشونال. بيعملوا اللي هو اليوم الكامل فالتلميذ بيحل الواجب بالظبط اللي هو الهوم ورك ده جوه المدرس، ومعاه اذا كان محتاج حاجه بيخش بيروح اوضه المدرسين بيناقشهم بيشوفوا الطلبه بتساعد بعض برضو من ضمن الحاجات اللي موجوده. حسب ايامي وايامك كان اسمها الفسحه، دلوقتي اسمها البريك. كام بريك بقى في النظام التعليمي؟ او ليها مواصفات معينه او ولا بيسيبوا العيال تجري كده يلعبوا كوره وخلاص؟ لا لا لا، ما بقول لسيادتك كل حاجه متنظمه بالوقت بتاعها، فعدد البريك بيبقى مره، وفي بريك مثلا ما بين الحصه وحصه في جزء كده بس، انما هو السيستم ماشي عادي. هنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل هتنزل تليفونات البرنامج للي عايز يتواصل مع ضيف الكريم استاذ ياسر عبد العزيز كل ما يتعلق بالمدارس اليابانيه، سواء انت كنت ولي امر عايز تقدم لابن حضرتك أو مدرس عايز تلتحق بالمدارس اليابانية. نطلع فاصل. في حلقة اليوم المصرف أفندي كنا بنعلق على خبر التحقيق مع الطبيبة التي تسببت أو المتهمة بالتسبب في وفاة الطفل ياسين في مستشفى 6 أكتوبر. ومعايا على التليفون دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة عايز يعقب على ما قيل. أهلا بيك دكتور خالد. أهلا وسهلا أستاذ محمد. خليني أقول لحضرتك امبارح طبعا بعد ما يعني صدرت هذه الواقعة برضو من خلال برنامج حضرتك. علوا الصوت يا شباب. خليني أقول لحضرتك إنه امبارح بعد ما اتفجرت الواقعة دي من خلال برنامج حضرتك
ما كانش عندنا عيال الحياه موفق فيها، لكن يعني تم التحرك على الفور. السيد وزير الصحه اليوم ارسل لجنه على راسها الدكتور هشام كامل مدير مكتب السيد الوزير لشؤون المتابعه. نعم. الحقيقه يعني ذهبوا للمستشفى الصبح وطلبوا تقرير واسع عن الحاله. السيد الوزير بعت اللجنه دي بهدف هدفين: التحقيق في الواقع رقم واحد، رقم اثنين تقرير طبي مكتوب بحاله الطفل دقيق للعرض على السيد الوزير. الحقيقه بعد ما فحصنا حاله الطفل تبين ان الطفل سيد محمد عبيد اولا رحمه الله متقدم بخالص هذه لاسرته وذويه، ولكنه يعني دخل المستشفى يوم 9/7 في حاله تسمم دموي شديد جدا، وتم اعطائه المضادات الحيويه وتم عمل الفحوصات اللازمه له من صوره دم ووظائف كلى ووظائف كبد، كل التحاليل امامي ونتائجها امامي، وتم عمل مزرعه للافرازات الطبيه. هو كان داخل المستشفى في يعني في طبيب من دي تفاصيل يا دكتور خالد، دي تفاصيل انا عايز اعرف انتوا عملتوا ايه كوزاره صحه. اولا ما اشيع عن انه تم فصل الكهرباء عن الحضانه، وده ادى لوفاه الطفل عاري تماما من الصحه، ليس له اي اساس. في تحقيق اتفتح في الامر، ولكن التقرير الطبي اللي موجود بيقول ان الطفل من ساعه ما دخل المستشفى يوم 9/7 كانت حالته خطيره جدا، اتعمل له التحاليل والاشاعات مره واثنين، اتعمل له متابعه للتحاليل والاشاعات، ولكن يعني توفاه الله يوم 14/7 او ليله 15/7. مفيش اي سبب الوفاه، السبب الوحيد للوفاه هو التشخيص اللي تم له الوضع على جهاز التنفس الصداعي، وتوفاه الله وفاه طبيعيه للغايه ليس فيها طيب. اي تدخل، مفيش اي حاجه مما اشير. اذا لماذا اوقفت النيابه الطبيبه عن العمل؟ ده اجراء احنا كوزاره الصحه بنتخذه حتى لو ما كانش فيه. ده النيابه هي اللي خدت القرار يا دكتور خالد. خليني اقول لحضرتك، انا قدامي قرار النيابه وقدامي رقم المحضر 2033/2017 اوقفت الطبيبه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وده اجراء لازم يتعمل في اي واقعه ان انا يعني بحقق مع مسؤول، ما ينفعش هو يبقى بيعمل وانا بحقق معاه. اذا في محضر وفي نيابه لسه بتحقق ولم يتم الانتهاء من التحقيق. لم يتم الانتهاء من التحقيق حتى الان، والسيد الوزير فتح تحقيق موازي في الوزاره طبعا مع كامل احترامنا للتحقيق الجهه القضائيه يعني، ولكن في تحقيق موازي في الوزاره برضه بالاوراق والمستندات والتقارير لمعرفه اذا كان في اي شبهه ادانه للطبيب او للفريق الطبي المعالج للطفل ام لا. اخر سؤال، كيف تاكدت ان مفيش لا ممرضه ولا طبيبه شالت الفيشه بتاعت الحضانه عشان تشحن موبايل؟ حضرتك كنت معاهم؟ لا يا فندم ما كنتش معاهم طبعا، بس خليني اقول لحضرتك انه الوفاه يعني دي حاله بنسميها احنا كاطباء في السيني او تسمم دموي، الحالات دي بيكون حالات خطيره جدا جدا، وبتكون يعني يعني نسبه الخطوره فيها عاليه قوي، واحنا يعني بنقول انه نسبه النجاه من حاله عندها سيبتيميا وفي الرعايه المركزه او تسمم دموي في الرعايه المركزه بتكون نسبه ضئيله جدا. فالنهارده مفيش اي يعني النهارده مفيش شيشه يا استاذ محمد في الحضانه تتشال، لو في يعني الموضوع مش فيشه، الموضوع الحضانه عباره عن جهاز طريقه كهربائيه بطريقه معينه زي التكييف المركزي، يعني بيتفصل كل يعني نفترض النور قطع فهو بيقطع عن المكان بالكامل، مش حضانه حضانه بيتشال لها فيشه. نعم. ده كلام مش يعني مش انا حبيت طبعا، وده حقك ان حضرتك ترد. انا بشكرك دكتور خالد مكاد متحدث الرسمي باسم وزاره الصحه، كان بيتدخل معنا تليفونيا معلقا على ما جرى في واقعه وفاه الطفل ياسين، وخبر احنا اثرناه امبارح من حق وزاره الصحه تدلي بدلواه، لكن ايضا هناك محضر رسمي من والد الطفل امام النيابه، والنيابه لا تزال تحقق. هعود بقى الى ضيفي العزيز، نجدد التحيه ليكم ولو الاستاذ ياسر عبد العزيز من وزاره التربيه والتعليم، بنتكلم عن المدارس اليابانيه، الفقره متاحه امامكم تليفونيا، اتصال تليفوني من صلاح من الاسكندريه، اتفضل استاذ صلاح. الخير استاذ محمد، اهلا بيك. برحب بالدكتور ياسر. اهلا بيك. والله انا كان عندي اقتراح بس بالنسبه لموضوع المدارس اليابانيه، تجربه عظيمه جدا، لكن الاداره يا استاذ محمد انا كنت اتمنى تكون من اليابان. أنا كنت أتمنى تكون من اليابان، كويس، عشان الإشراف علشان التوجيه والرقابة، علشان كويس. الإشراف والرقابة، بشكرك صلاح. والتوجيه والرقابة، وفي نعم. سؤال تاني بس فضل. بعد إذن حضرتك بس، يا ريت يكون في كاميرات مراقبة على المدارس. خلاص الرسالة وصلت.
لماذا لا يكون هناك اشراف من اليابان؟ وانت عارف النظام المصري يعني متر انفاق بدا زي الفل عنب، كنت بسمع فيه موسيقى، النهارده مفيش مترو انفاق. بص عادتك، احنا مش عايزين نقول ان المدرسين المصريين او الاداره المصريه بيتكلم في اشراف او الاداره المصريه او الاشراف. خلي بالك المصري دايما لما بتكون في حاجه تجربه جديده بيحب يمارسها ويثبت فيها احسن. نفسنا قصير. بص سعادتك، احنا بقالنا سنه زي ما قلت سعادتك شغالين وجربنا هذه التجربه، والاختيار كان في مدارس في مناطق زي ما قلت سعادتك. نعم. انت لا تتخيل مديرين المدارس ومديرين عموم الادارات دي، اداره الويلي واداره السيده زينب كانت واداره الوراء، في منتهى السعاده ازاي وهم بيمارسوا هذه التجربه. اجابه قاطعه، مش هتاخدوا مشرفين من اليابان. بسيوني من القاهره، اتفضل استاذ بسيوني. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لا سمحت يا فندم، انا كنت بس في سؤال صغير، احنا ليه ما نطبقش الانشطه دي من غير ما نعمل نظام ياباني جديد؟ بشكرك. يعني كان ايه المانع ان احنا نطبق الانشطه دي على المدارس الموجوده حاليا بدل ما نعمل نظام موازي بالكامل قصاد النظام المصري بتاعنا؟ حاضر، اتفضل. احنا ما عملناش نظام جديد، احنا المنهج بتاعنا هو هو، ولكن احنا زودنا الانشطه، يعني مجموعه الانشطه اللي هم بيمارسوها التوكاستو عشان تحقيق اهداف معينه، هي دي اللي احنا خدنا الانشطه دي وبنطبقها. يبقى نقول مفيش نظام جديد. نقول استاذ بسيوني المنهج هو هو، مدرسه هي هي، المدرس مصري، بس طريقه التدريس او الانشطه بمعنى اصح بالظبط بنديله انشطه. طيب شيرين من الشرقيه، اتفضلي شيرين. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لو سمحت انا كنت عايزه اسال بس الاستاذه على حاجه. انا ابني في كي جي 1، فهو دلوقتي عايز احوله لكي جي 2، فينفع احول له في المدرسه اليابانيه؟ ولو سمحت طريقه التحويل ازاي؟ عشان طب انت حضرتك ساكنه فين في الشرقيه؟ انا في العاشر من رمضان. العاشر من رمضان فيها مدرسه يابانيه؟ تقريبا في في عندنا مدرستين. طيب ما شاء الله متابعه. طب كي جي 1 ينفع ننقله بالظبط؟ بعد اذن حضرتك، النقل من امتى؟ اول ما يفتح الموقع ان شاء الله تعالى في خلال وزن الفتره القليله القادمه نستلم المدارس بس، وهيعلن على موقع الوزاره زي ما اعلنا دلوقتي على المدرسين. طيب انا هكتفي بالكم تليفون عشان مده الفقره انتهت. عاوز اعرف من حضرتك القواعد علشان اولياء الامور للنقل، يعني لو انا هنقل، وقواعد القبول بالمدارس اليابانيه. طبعا هو بالنسبه للقرار الوزاري المنظم لهذا الموضوع، الكي جي 1 هيتقدم من سن 4 سنوات التقدم للمدارس اليابانيه حسب القرار الوزاري. موقع الوزاره هيتفتح ان شاء الله اول ما نستلم مدارس قريبا، يعني بوزن الشهر اللي احنا فيه ده حاليا، هتتحط فيه الشروط كلها. ولي الامر هيتقدم يفتح الموقع يشوف الشروط منطبق عليها، يتقدم من خلال هذا الموقع بمنتهى السهوله. واليوسف والموقع شغال ما فيهوش مشكله. تمام يا فندم. بقول لسيادتك موقع المدرسين فتح النهارده واديتكم الموقع ونخش عليه وكله تمام. في نهاية لقائي أنا بشكر ضيفي الكريم الأستاذ ياسر عبد العزيز، المشرف العام على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والدولي واللغات، كان شارحا لنا كل ما يتعلق بنظام المدارس أو ما يعرف بالمدارس اليابانية في مصر. بشكرك أستاذ ياسر. شكرا. وبشكر وزير التربية والتعليم على فكرة تطوير، أو لو لقينا حاجة كويسة بره نجيبها هنا مصر، دكتور طارق شوقي. حلقة انتهت معاكم، أشوفكم على خير بإذن الله يوم السبت القادم الساعة 10 بالليل. سلام عليكم.